حركة شروع، حركة وطنية انبثقت من معاناة الشعب العراقي. أبرز شخصياتها هي شخصيات لها باع بالوطنية وتاريخ بالوطنية، أغلبهم وجوه وشخصيات إعلامية وناشطين لهم تضحيات في ثورة تشرين. احنا ما ندعي تمثيلنا، بدعم الأغلبية الصامتة اللي تقدر 85% من الشعب العراقي، احنا راح نكون رقم صعب في المرحلة القادمة. احنا رايحين باتجاه دولة مؤسسات، دولة مدنية، دولة بها عدالة اجتماعية، وإن شاء الله بمساندة الشعب العراقي راح نقدر نحقق أهداف. إيه هاي الأخبار الحلوة وهاي الوجوه اللي من تشوفها تحس إنه الدنيا لسه بخير. هو هذا الخطاب اللي نحتاجه واللي نريده واللي يخدم المرحلة القادمة ويخدم مصالحنا. طبعا خاف نسيت أعرفكم الناشط التشريني أحمد الوشاح اللي من شفته وشافني يحكي بإنجاح التجربة الديمقراطية ويعمل بكل قوة لإدامة عمل المؤسسات وتقوية وحماية العملية الانتقالية بالعراق. ذاك أنا ما محتاجين صوت حقيقة، وحجم ثورة تشرين مو حتى تطلع صوت ومو حتى تدخل السباق، رهان خاسر حقيقة. بموانعة الانتخابات لا مقاطعة، ماضين بموانعة الانتخابات وإفشال اليوم الانتخابي. بأي طريقة؟ 10 محافظات عراقية راح نفشل اليوم الانتخابي بيها. وأنا أعتبر الانتخابات هي أحد مخرجات هذا النظام، لذلك إحنا لا راح نشترك بيها ولا راح نعترف بنتائجه. العام ما تعترف لا بالمفوضية ولا بالعملية الديمقراطية ولا بالانتخابات، وهسه مشكل حزب وتريد تدخل انتخابات بنفس المفوضية ونفس العملية الانتخابية اللي كنت انت تريد تفشلها. يا زبالة يا سافل يا واطي. ولك تريد لك واحد ثابت على موقفه وبيلزمة وتمشي وراه وانت مغمض، معكم كلهم نفس الدن وكلهم نفس الخريط اللي سمعناه. على الركاب وضياء الهندي همتنا وبراسنا بشعارات الوطن والأمة العراقية، وما نتنازل وما نشارك بالحكومة، وبس استلموا باج أعضاء البرلمان وشوفوا الدكسارة والمنطقة الخضراء، ويك يا شعب يا وطن يا حبوبي يا جبل حوت.